أسعدتم الخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. إعلان حظر التجوال بمحافظة حضرموت اعتبارا من يوم الخميس. وكيل وزارة الصحة يطمئن المواطنين بعدم وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا في ساحل حضرموت. الزوارق البحرية المقدمة من دولة الإمارات تسهم في تطوير عمل قوات خفر السواحل. أهلا بكم، نبدأ النشرة بآخر مستجدات فيروس كورونا. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فري سالمين البحسني قرارا بشأن إعلان حظر التجوال بالمحافظة لغرض الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. ونصت المادة الأولى من القرار بفرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة ابتداء من يوم الخميس من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 4 فجرا من يوم الجمعة، على أن يتم الإعلان لاحقا إذا كان هذا الحظر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع قادمة. ويستثنى من الحظر الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها. ترأس وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي اجتماعا لمناقشة خطة المحافظة متعددة الاتجاهات والتخصصات لمواجهة تفشي فيروس كورونا بحضور مديري مكاتب التنفيذية وذات العلاقة بالمحافظة. وناقش الاجتماع خطة محافظة حضرموت متعددة الاتجاهات والتخصصات لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد التي قدمها المدير التنفيذي لغرفة عمليات الطوارئ الخاصة بجائحة كورونا بالمحافظة الدكتور عبد الله مبارك كعيتي، والتي ترتكز على القيام بإجراءات عاجلة من خلال مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع للوقاية من الوباء. وتضمن الاجتماع عدد من الإجراءات الصحية لتفادي ظهور أي حالة إصابة بوباء كورونا. نفى مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا في ساحل المحافظة. وأطمأن وكيل وزارة الصحة دكتور رياض الجريري المواطنين في تصريح له على منصة وعي إلى عدم وجود أي حالة مصابة بكورونا، داعيا المواطنين إلى تحري الدقة في تلقي المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية. في البداية أحب أن أطمن الأخوة المواطنين، هناك إشاعة نزلت هذا اليوم فجر هذا اليوم الثلاثاء تاريخ 31 مارس، كانت عبارة عن إشاعة كاذبة استهدفت المواطنين وروعت المواطنين، ونحن في الصحة في ساحل حضرموت ننفي هذه الإشاعة تماما، ونتمنى من الإخوة المواطنين تحري معلوماتهم ومصادرها. فهناك منصة أطلقت من قبلنا من مكتب صحة المحافظة اسمها منصة وعي، هذه المنصة الإلكترونية كل المعلومات وكل ما لدينا من مكتب الصحة بالمحافظة وكل تصريحاتنا وبكل شفافية ووضوح سوف يجدونها في هذه المنصة. من جانب آخر، دشن وكيل الوزارة مدير صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري الدورة التدريبية حول آليات التبليغ والتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا. استهدفت الدورة ضباط الترصد الوبائي بمدينة المكلا للتعرف على آليات التبليغ والتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة في حال ظهور الوباء لا قدر الله. وثمن الوكيل الجريري جهود ضباط الترصد الوبائي في التعامل مع الأوبئة والأمراض ذات الخطورة العالية، موضحا أن هذه الدورة تأتي كرفض ضباط الترصد الوبائي بالآليات السليمة والصحيحة للتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة وكيفية التبليغ عنها. حث المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي العنصر النسائي بمختلف إدارات الأمن والشرطة على نشر الوعي بين النساء في المجتمع بخطر وباء فيروس كورونا. وشدد العميد التميمي على تجنب الازدحام في الأسواق وطرق الوقاية من كورونا، وعلى ضرورة العمل بوتيرة عالية خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى قرب تفعيل إدارة الأسرة بأمن وشرطة ساحل حضرموت، مطالبا بأن يكون للنساء دور كبير من خلال هذه الإدارة. اطلع مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين الحامد على أبرز نشاطات منتدى شباب الروضة التطوعي لمواجهة فيروس كورونا. واطلع العميد الحامد خلال اللقاء بأعضاء المنتدى على نشاطات المنتدى التطوعي في تعقيم المراكز الصحية
ودعمها عبر توفير كمامات وقفازات صحية وأجهزة أكسجين وإقامة حملات توعوية لقوات خفر السواحل مع توفير أدوات السلامة لأفراد القوى، إلى جانب تعقيم المساجد والبيوت والأماكن العامة، وذلك في إطار المواجهات المجتمعية للوباء العالمي كورونا. دشن مكتب الصحة بساحل حضرموت بمدينة الشحر البرنامج التدريبي الوقائي لإدارة الحالة والتعريف القياسي لفيروس كورونا، ويتضمن البرنامج عددا من الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفد الكوادر الصحية بالمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة من فيروس كورونا. هذا ويأتي البرنامج كإجراء احترازي في ظل تفشي فيروس كورونا عالميا. قام الفريق التطوعي التوعوي بشركة نفط الساحل حضرموت بالنزول الميداني إلى المحطات الخاصة بالشركة للتوعية بخطر تفشي كورونا، وطلع الفريق على جاهزية المحطات وتوزيع بعض المعقمات والبروشورات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا في غيل بوزير والشحر والحامي والديس الشرقية وقصيعر والريدة. وأعطى الفريق العمال وموظفي الفرع نصائح توعوية عن الفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه. افتتح بمستشفى سيئون العام مركز العزل العلاجي الاحترازي لفيروس كورونا بتمويل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ويضم المركز 5 غرف بها 10 سرير قابلة للزيادة إلى 20 سرير، إضافة إلى غرفة للعناية المركزة و71 من الكادر الطبي في كافة التخصصات و4 سيارات إسعاف. هذا ويجري العمل حاليا لتجهيز وافتتاح المحجر الطبي بوادي حضرموت خلال الأيام القادمة. قام أبناء مديرية دوعان الدارسين في كلية الطب بجامعة حضرموت بتنفيذ حملة توعوية حول فيروس كورونا بدوعان، وتضمنت الحملة توعية المواطنين في الأسواق العامة والجنود في المعسكرات التابعة للنخبة الحضرمية والأماكن التي تكثر بها التجمعات ومناطق وقرى دوعان بالإرشادات الاحترازية لفيروس كورونا وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره وكيفية التعامل معه في حالة تفشيه لا قدر الله، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعات وغيرها من المعلومات حول هذا الوباء المتفشي في دول العالم. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً بشأن إعادة تزمين الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وقضى القرار بإعفاء الصفوف من الأول وحتى السادس من اختبار الفصل الدراسي الثاني، وتبدأ اختبارات الصفوف من 7 وحتى 11 للسابع من يونيو، والثانوية العامة في 28 من يونيو، على أن تبدأ الدراسة للصفوف من 1 وحتى 12 التي لم تستمر بالتدريس في 31 من مايو، وتبدأ اختبارات المرحلة الأساسية في 5 من يوليو، والثانوية العامة في 9 من أغسطس. من جانب آخر، ناقشت لجنة جماعة التبرعات لمكافحة فيروس كورونا في اجتماع لها الأسس والآليات والأهداف التي تم إقرارها في اجتماع اللجنة الأول، وتوزيع المهام والتكاليف للجان الفرعية المتمثلة في حصر الجهات المستهدفة بموجب قرار المحافظ. وفي سياق آخر، عقدت لجنة جماعة التبرعات اجتماعا بالبنك المركزي ضم مالكي الصرافات لحثهم على تقديم الدعم للجنة، وأشارت اللجنة أنها قدرت مبلغ لكافة الصرافات بين 15 إلى 20 مليون دعما لمكافحة وباء كورونا، ونوهت أن تحديد موعد استلام المبالغ خلال 2 أيام. وفي بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، أطلقت منصفة إنجرافيكس بحضرموت مرحلة جديدة من حملتها التوعوية الصحية بمرض فيروس كورونا بالتعاون والشراكة مع أكثر من 30 جهة إعلامية وصحية وتعليمية، بالإضافة إلى جهات أمنية ومتلقيات شبابية ومؤسسات تنموية لتعزيز الجهود وتحقيق أهداف الحملة. وتعد قناة المكلة المحلية هي القناة التلفزيونية الوحيدة المشاركة في هذه الحملة. أما في غيل بوزير، حيث نظم أمن المديرية محاضرة توعوية عن خطر كورونا وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، استهدف الضباط وصف ضباط وأفراد بالمديرية لرفع الوعي الصحي بين أفراد الأمن ورفع مستوى الحماية الشخصية. سجلت أحد مستشفيات مدينة المكلا حالة وفاة لشافي مقتبل العمر بسبب حمى الظنك. وقال مدير عام هيئة مستشفى ابن سينا الدكتور العبد ربيع باموسى أن الحالة لشاب من مدينة المكلا يبلغ من العمر 18 عاما فارق الحياة جرى هبوط حاد في الجهاز الدوري والتنفسي في مستشفى ابن سينا، مشيرا إلى أن الحالة وصلت إلى المستشفى في وضع سيء جدا،
بعد فحوصات تبين أسباب الوفاة حمى الظنك. ودعا الدكتور باموسا المواطنين إلى ردم المستنقعات المائية التي خلفتها الأمطار وتكاثر فيها البعوض الناقل للمرض. تزامنا مع اختتام الدورة التأهيلية لأفراد قوات خفر السواحل بحضرموت بالإسعافات الأولية والإنقاذ للغريق، تسلمت قوات خفر السواحل عدد من الزوارق البحرية لفرق الإخلاء والإنقاذ مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. مراسلنا محسن بالبحيث كان حاضرا ورصد لنا التقرير التالي. خطوة بخطوة تسير خفر السواحل بحضرموت نحو التطور. اليوم تسلمت قيادة خفر السواحل 6 زوارق بحرية متخصصة في الإخلاء والإنقاذ مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تدخلاتها في تطوير هذه القوات. تلك الزوارق مزودة بأحدث التقنيات والرادارات حسب قائد خفر السواحل. تم استلام 6 زوارق بحرية خاصة بالإخلاء والإنقاذ والإسعافات الأولية مكرمة من الأخوان في الاتحاد العربي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ليس بالأول. نحن سابق استلمنا أكثر من 31 زورق، وهذا اليوم بندشن استلام 6 زوارق بحرية يحزة بأحدث الأجهزة الحديثة من أجهزة GPS وأجهزة رادار متحركة ومتمثلة في نطاق اختصاصنا هو القطاع الـ4 قطاعات الشرق، قطاع المنحدرات إلى رأس بغشوة، والقطاع الثاني اللي هو من الشحر، والقطاع الثالث مكلا، والقطاع الرابع اللي هو الحمرة. عملية التسليم هذه جاءت بالتزامن مع اختتام دورة تأهيلية في الإخلاء والإنقاذ والإسعافات الأولية 56 فردا من أفراد قوات خفر السواحل حتى يتمكنوا من تأدية مهامهم بكفاءة عالية. طبعا نشكر قوات الاتحاد العربي مثل الدولة العربية المتحدة لدعمه، اعتبر الدعم الأساسي منذ تأسيس خفر السواحل بعد تحرير ساحل حضرموت مباشرة إلى يومنا هذا، كان دعم مباشر من قوات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي غنية عن تعريف ولا زايد يعني في كل حاجة دخلوا فيها سواء كان على مستوى الهلال الأحمر الإماراتي أو كقواتنا البحرية. كان مدة الدورة 2 أسبوع وأخذنا فيها ما إنقاذ، كيفية الإنقاذ، كيفية الإسعافات الأولية، كيف تسعف الغريق، إعطاء الإسعافات الأولية، التنفس الاصطناعي، والإنعاش الراوي القلبي. من فرقة الإخلاء والإنقاذ إلى عمليات خفر السواحل. اختتام الدورة التدريبية وعملية تسليم الزوارق واكبه عرض لمشهد تمثيلي لأفراد خفر السواحل يحاكي عملية إنقاذ غريق في مياه البحر وتقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله على متن سيارة إسعاف لتلقي العلاج اللازم. لقناة المكلا محسن بالبحيث. تتواصل بهيئة مستشفى سيئون العام عدد من مشاريع البنية التحتية الممولة من السلطة المحلية بالمحافظة، وتتضمن الأعمال إنشاء قواعد مشروع المبنى الأكاديمي بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليون دولار، ومشروعي بناء الدور الثاني لقسم الأطفال بمستشفى سيئون بكلفة 115 ألف دولار، وبناء المختبر المركزي وبنك الدم المكون من 3 طوابق بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 243 ألف دولار. وفي العاصمة عدن دشن مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم السقطري حملة نظافة شاملة في العاصمة عدن بكافة مديرياتها، وتستهدف الحملة أماكن تجمع القمامة ومكبات النفايات وإزالة مخلفات البناء والأتربة وتجمع مياه الأمطار، خصوصا بعدما شهدته العاصمة عدم من هطول غزير الأمطار خلال الأيام الفائتة. وتشمل الحملة في مرحلتها الأولى مديريات صيرة والمعلى والتواهي وخور مكسر، وتستمر ليومين على أن تستكمل مرحلتها الثانية يوم الخميس في باقي المديريات. والآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. نشر نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
إعلان حظر التجوال بمحافظة حضرموت اعتبارا من يوم الخميس. وكيل وزارة الصحة يطمئن المواطنين بعدم وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا في ساحل حضرموت. الزوارق البحرية المقدمة من دولة الإمارات تسهم في تطوير عمل قوات خفر السواحل. سيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية جرد زيارة موقع القناة على اليوتيوب وفيسبوك المكلا تي في. في أمان الله.